رايحة الامتحان وانا رايحة الامتحان، قول ايه وانا متوترة وخايفة اوي اوي كمان. اول حاجة نعملها واحنا متوترين طبعا رايحين الامتحان ان احنا نحاول ان احنا نهدى كده، نشرب بق مية قبل ما ندخل اللجنة، نقعد في اللجنة بتاعتنا نحاول على قد ما نقدر نراجع الحاجة بتاعتنا، او في ناس بتخاف من المراجعة زي حالاتي، ساعات بخاف ان انا راجع او كده فما براجعش. عامة براحتكوا، تقعدي في اللجنة بتاعتك تهدي، يبقى معاكي ازازة المية بتاعتك والمناديل وكل حاجة، مش مناديل عشان تكتبي عليها وتتغشيها، وتشربي بقى مية وتدعي ربنا وتقولي بس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، ونقول كمان اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأقول سورة الفاتحة وأي حاجة من القرآن بقى، سور قصيرة لغاية ما يجي الامتحان وتبدأي. وأول ما يجي الامتحان ما تبصيش للورقة وتتخضي، حتى لو أنت شايفة أن الامتحان صعب اهدي واقرأي كويس، عشان انا لما بتوتر عامه ما بعرفش اقرا الكلمه، ممكن تكون كلمه سهله قوي وانا فاهمه السؤال، بس مجرد ان انا لمحت الكلمه دي كده اقول يا ريت مش عارفه معناها، ولما حد يقول لي ايه ده انت مش عارفه معناها ازاي دي كذا، اروح افتكر بقى مش عارف ايه. فركزي جدا في الامتحان عشان هي دي المشكله اللي بتحصل معايا ومع ناس كتير عامه، فاهم حاجه ما نتوترش وسلام.